سلام، انا رجعت لكم الجزء الثاني ديال الفيديو السابق. بغيت غير حاجه واحده باش ما نكثرش عليكم الهضره بحال الفيديو السابق. هنايا طريقه الخدمه يمكن بديتها لكم في الاول، في الجزء الاول. هنا في هذا الخو هذا غادي ندير الخياطه، يعني العراض ما غاديش نقصو نهائيا بهذه الطريقه هذه، يعني هكذا، يعني حاله زونيه هكذا حتى نسالي. وهنا غادي ندير زيكزاك صغير في هذا الاتجاه، ندوز زيكزاك عاد نعمر بالخطفه. وهنايا نفس الشيء، نفس الخدمه اللي غندير هنايا غادي نديرها هنايا. صافي يلا نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا ما غاديش نحل العراض بزاف، علاش؟ حيت عندي المكان غير صغير، يعني الخطفه غادي تكون صغيره والزيكزاك صغير. غادي ندور على الاطار عاد نعمر في الوسط. صافي فاش كندور على الاطار وكنقسم هاد الجنب ديال الورقه عاد كنعمر بالخطفه، والعراض ديما صغير، يعني زيكزاك صغير. ديما الغرزه هنايا في هذا الاتجاه. هنا كندور واحد الخياطه، يعني ماشي بالخياطه، غير ما كنقيسش العراض نهائيا باش نعمر هذا الفراغ اللي كيكون عندي ما بين، الا بان لي شي فراغ ما بين هذا اللون الغوز والخضر. صافي you
شفتوا الديكلاج اللي كاين هنايا، يعني هذا الفراغ هذا ما كانش خاص، يعني هذا الغصن هذا ولا هذا الشيء هذا ما كانش خاص تجي هنايا فوق الورقات، ولكن عندنا ندير غادي نحاول نعمل مزيان باش نطيش شويه داك الخضر المغلوق. انا حاولت نقيت داك الخيط الاخضر، يعني فين يصلح لي نقي خاصني نقي نحيدو على الاقل، ولكن هنا ما بقاش نقطع المقص خفت يتحل كله. المهم هاد الخيط اللي عندي هنا الاخضر خصني ضروري نحيدها. هاد الخدمه هادي ديال الغرزه اللي كندير بلا يعني بلا تغربيل، بحال غرزه التغربيل نفس الشيء، يا كنديرها هكا على شكل حلزوني اولا، مهم خاص تعمر، مهم هذا الفراغ يتعمر. انا كندير داك الشكل حلزوني ولكن ما كنحتارموش، يبقى ضروري نعمر الفراغات. هي في الاصل يلا تفكرت سميتها راه الغرزه ديال التغربيل بحال اللي كتغربلي. يكون عندنا شي رتوش ديال شي رشمة خصنا ما نزربوش الماكينة غير بلاتي. شتو زربت شوية هنايا الماكينة خرجت لي الخياطة، أنا غطات لي هاد اللون الغوز هذا. صافي هذا هو الشكل النهائي، ساليت خليت غير هذه البلاصه، يعني هذا الجزء هذا شاركته معكم. ما بقى لي نقول لكم سلامات، الله يرضي فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.